الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى ويوجه بمواصلة الحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي. تواصل الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024 والوطنية للانتخابات تعلن انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الماراثون الانتخابي. مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة يؤكد أن العدوان الإسرائيلي حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. أوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي قام بالاطمئنان من العاملين على سير العمل في هذا المحور المهم الذي سيسهم في تغيير الشكل المروري في القاهرة وخدمة المواطنين. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء محور اللواء محمود نصر الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجديدة الجاري إنشاؤها لتخفيف الأحمال المرورية على طريقي القاهرة السويس والقاهرة الإسماعيلية، حيث يمتد بطول 19 كيلومترا بدءا من تقاطع الطريق الدائري الأوسطي حتى محطة عدل منصور التبادلية، بما يساعد على التنقل بسهولة إلى منطقة شرق القاهرة في أحياء مصر الجديدة وجسر السويس وصولا إلى مناطق وسط وغرب القاهرة. وقد قام السيد الرئيس بالاطمئنان من العاملين على سير العمل. طبقا يا فندم لتعليمات سيادتك تم الدراسة والتصديق على إنشاء محور اللواء محمود نصر من تقاطع فندم مع الطريق الدائري الأوسطي حتى الوصول إلى محطة عدلي منصور التبادلية على محور المستشار عدلي منصور. سيادتك فندم أمرت إن احنا نخفف الكثافات على طريق السويس وعلى طريق الإسماعيلية وعلى كل التجمعات السكنية اللي موجودة على طريق السويس. الطريق ده يا فندم بيخدم على كل المناطق اللي هي شرق مصر اللي جايه محافظات شرق مصر او من مناطق الوجه البحري، مستفيد من الدائري الاقليمي او من الدائري الاوسطي للوصول الى بدايه المحور بتاعنا يا فندم من على الدائري الاوسطي الى الوصول الى مناطق مصر الجديده وجسر السويس. المحور ده يا فندم بطول 19 كيلومتر، في جزء غرب الدائري يا فندم ده حوالي 7 كيلومتر وجزء شرق الدائري 12 كيلومتر. لما بيربط فندم معايا هنا على مناطق جوزيف تيتو بيسهل الحركه فندم من مناطق مصر الجديده ومناطق شرق القاهره ومطار القاهره، ولما يربط على عد منصوره فندم بيسهل الحركه منه، بينقل الحركه منه المروريه، بيربط منه مناطق السلام عين شمس المطريه ومنه فندم الفريق العصار منه لرود الفرج، وبعد كده فندم يوصل لطريق اسكندريه الصحراوي. انا عايز اقول للناس هنا ايه، انا عايز اقول لهم ان ال 19 كيلو دول اللي احنا عملناهم احنا بدراستنا محور الإسماعيلية ومحور السويس لقينا ان احنا ما عندناش محور تبادلي لهم يخفف الحركة اللي عليهم وفي نفس الوقت يخدم على تجمعات الكتير اللي بتتعمل دلوقتي. تمام سيادتك، مش كده؟ تمام يا فندم. احنا فتحنا الطريق ده وسط قاعدة المشير حسين طنطا. تمام سيادتك، وده أمر مهم قوي الناس تعرفه، ان ده ان احنا نغير في شكل القاهرة وحركتها القاهرة الكبرى عشان نخلي فيه تبادليات، نخلي فيه فرص حركة مختلفة لكل الخيارات. تمام يا فندم. مش كده؟ تمام يا فندم. هو ده اللي احنا عايزين نقوله للناس، وعشان كده طب حجم الأراضي اللي ممكن هنا بعد احنا ما عملنا المحور ده اللي يتم تنميتها. ده يا فندم بيخدم التنمية المستقبلية فعلا. المستقبلية، ولو احنا عايزين نعمل دلوقتي تنمية لمنطقة القاهرة الكبرى في المنطقه دي هنجد اراضي، وانا معدي عليها دلوقتي وشفت الحجم الارضي اللي متاح قد ايه. فانا عايز اقوله بالنهايه 19 كيلو لكن هيعملوا نقله كبيره جدا جدا في الحركه، لان انت جايب كمان مش بس من غرب ولا من شرق المحور، لا
انت جاي النهارده من الشمال للجنوب، جاي من عدلي منصور لغايه السويس، تقدر تناور زي ما انت عايز في العرضيات اللي موجوده دي، زي محور سعد الشاذلي، زي محور فريق محمد فوزي، بالاضافه بقى انك انت نازل ايه، انت بتقول له انا هجيبك من المطريه والمرج عين شمس ونزلك على الشروق ونزلك على الاوساط. تمام مش كده؟ والاوساط دي حضرتك زي ما انت عايز. تمام يا فندم. المحور كله يا فندم هو بيخدم كل حاجه، مش موضوع طرق فقط يا فندم وتلوث، لا يا فندم الموضوع ده الطرق وشبكه الطرق دي كلها بالكامل بتخدم على التنميه وعلى تنميه مستقبليه، تنميه موجوده دلوقتي، اتفتح يا فندم طرق في اماكن فيها اكتشفنا منها محاجر تعدين واماكن صعبه الوصول وصلنا لها، بدا يبقى فيها ثروات للبلد بتدخل لها خلال شبكة الطرق ده فندم، مش مجرد وصول وخلاص. كما أكد السيد الرئيس على أهمية الحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء مختلف الطرق بمحافظة القاهرة طبقا للمواصفات العالمية، فضلا عن إعداد دراسة للوصول إلى السبل المثلى لاستخدام الأراضي المحيطة بهذه الطرق على نحو أفضل. كان فندم سيادتك فندم جميع المشاريع اللي مكلف بيها فندم بنحرص على تنفيذها باعلى جوده ممكنه وفي اقل وقت فندم وباقل التكاليف، وبناء على فندم في الجوده احنا بنستعين بالمكاتب الاستشاريه لكل من جامعه عين شمس وحلوان والقاهره. سيادتك فندم احنا بنراقب على نفسنا، سيادتك ده احنا المجلدات اللي بنراقب بيها على جميع البنود طبقا للمواصفات. تمام فندم، طبقا للمواصفات الوقود المصري. بالنسبه فندم لتقليل التكلفه فندم، احنا هنا بدأنا بفكرة ان احنا نعيد تدوير استخدام المواد ونعيد استخدامها تاني، سواء كانت في طبقات الاساس او الاساس المساعد. فندم احنا هنا سعنا بسبع وحدات اعادة تدوير مواد، سواء كان تكسير اسفلت او خرسانات، وبنعيد استخدامها تاني كقيمة مضافة للمشروع. لا هي مش قيمة مضافة بس يا ربس، انا عايز اقول لك انتوا النهاردة ده تلوث. انا لما كنت النهاردة عندي مخلفات اسفلت برميها في الجبل ولا في اي حتة بلوث، فبدأ بقى بدل مرميها اجيب محطات تدورها لي استخدمها تاني في الطريق اللي بعمله، يبقى انا لوثت وخفضت من التكلفه 20% منها بتكلفه فندم. بالظبط يا فندم، مش كده؟ تمام فندم، التكلفه فندم والبعد البيئه فندم. طب بص يا رامز، انا معدي كده شفت حجم اراضي فاضيه، ادرسوا الموضوع وخلي هندسه يدرسوا وتعرضوا عليا بحيث ان احنا وانتم شغالين كده نكون اتحط التصور. تمام، لان احنا مش عايزين الطريق ده يبقى يعني عايز نستفيد من الارض. أوامر فندم، أوامر فندم، شكرين، أوامر فندم. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد أربع مترشحين. تتواصل مرحلة الصمت الدعائي التي انطلقت منتصف الليل ويتوقف بموجبها المرشحون في الانتخابات الرئاسية وحملاتهم الرسمية عن أعمال الدعاية والترويج واستعراض البرامج الانتخابية. يستهدف الصمت الدعائي إتاحة الفرصة أمام الناخب لكي يقوم بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واتخاذ قراره باختيار مرشحه في الانتخابات، وذلك في روية ودونما أي تأثير دعائي على إرادته. وتنطلق عملية التصويت في الداخل الأحد المقبل وتستمر على مدار 3 أيام. هي كانت ماشية كده، بس انت قررت انها تكون كده وكده.
انت عارف قيمة حفاظك على بلدك، انت متأكد انها تستاهل الاحسن، وعشان كده خدت خطوة لقدام. الانتخابات الرئاسية 2024 خطوة انت هتمشيها. عقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعا مع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة خطط تأمين الانتخابات الرئاسية 2024. وتجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل خلال أيام 10، 11، و12 من ديسمبر الجاري. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية. استعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات لتوفير مناخ آمن للمواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي في الإدلاء بأصواتهم، وتابع عبر تقنية الفيديو كونفرنس استعدادات مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات، ووجه بتدعيم الخدمات الأمنية بمحيط المقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي مع الحفاظ على المظهر الانضباطي الذي يعكس الصورة الحضارية للشرطة وجاهزيتها وما تملكه من عناصر بشرية مدربة وإمكانات لوجستية متطورة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور داخل وخارج المدن، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة. ووجه الوزير بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الهمم مع مراعاة الأبعاد الإنسانية عند التعامل مع المواطنين. وشدد على أهمية تأمين المنشآت الهامة والحيوية، وكذا متابعة تنفيذ خطط تأمين احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد. وكلف القيادات الأمنية بضرورة تواصل غرف العمليات الفرعية مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة التعامل مع المستجدات، مع التواجد الفعال لهذه القيادات وسط القوات لضمان استيعابهم للمهام المكلة إليهم. وأكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية الراهنة تتطلب الانضباط في الأداء وتنفيذ القانون بحسم، وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة وما حققته من نجاحات تعكس قدرة الدولة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على مواجهة التحديات. أنهت محافظة الجيزة استعداداتها للانتخابات الرئاسية في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتوفير جميع الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات. وسوف تجرى الانتخابات بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6,234,318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة. تواصلت أعمال الاستعدادات النهائية باللجان الانتخابية بمراكز ومدن وأحياء وقرى محافظة الدقهلية. توجد بالمحافظة 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا، بينما يصل إجمالي عدد الناخبين إلى حوالي 4,562,000 ناخب. أنهت محافظة جنوب سيناء استعداداتها للانتخابات الرئاسية التي تنطلق في 10 ديسمبر الجاري. تم تجهيز اللجان العامة والفرعية وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم، وذلك من خلال 15 لجنة للمغتربين والوافدين موزعين على 20 مركزا انتخابيا و9 لجان عامة.
أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تقديره للحكومة الصينية على تنظيم منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي. جاء ذلك خلال الكلمة الافتراضية التي ألقاها مدبولي خلال فعاليات منتدى الصين، حيث أكد أنه يأتي في توقيت تتزايد فيه الحاجة لتعزيز التعاون المشترك. كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر أطلقت خلال مؤتمر كوب 27 مبادرتين مهمتين لحشد التمويلات لمشروعات التخفيف والتكيف في ظل تراجع الإمكانات التمويلية على نطاق عالمي. اختتمت فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 2023 الذي تم تنظيمه في المدة من 4 وحتى 7 من ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس السيسي. بأهمية خاصة واهتمام كبير أسدل الستار على فعاليات اليوم الختامي للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس بمشاركة دولية كبيرة على جميع المستويات تتويجا لقصة نجاح استمرت منذ الرابع من الشهر الجاري. كحصاد لهذه النسخة احنا الحمد لله وقعنا اتفاقية مع كذا شركة في هذا المحفل، في وقعنا مع شركة صفران الفرنسية وهي شركة عالمية بتعمل في مجال صناعة الطائرات القتالية، وقعنا معها اتفاقية بعد طبعا المرور بالعديد من المناقشات وزيارتهم لمصانعنا ورؤيتهم لقدرات الهيئة العربية للتصنيع ومصانعها وبالتحديد مصنع الطائرات. فعاليات المعرض ساهمت في تحقيق صفقات كبيرة لتطوير أعمال الشركات الوطنية والعالمية وإعطائها دفعة قوية نحو التقدم والتطور بالتعرف على أحدث وأفضل التقنيات الدفاعية في العالم. احنا النهاردة في كلوزنج داي في آخر ساعات، في تزاحم شديد جدا من الزوار اللي ما أتوحتش لهم الفرصة ان هم يكونوا في الأول، في تهافت من الشركات الأجنبية والشركات المحلية ان هم يعقدوا الصفقات التجارية مع بعض. قدرنا نعرف الموقع بتاعنا فيه من المنتجات العالمية، والشركات العالمية قدرت تحكم على المنتجات المصرية من خلال الجناح المصري اللي موجود اللي هو يعني شرف مصر كلها. المعرض هذا العام شهد حضور أكثر من 400 شركة عارضة يمثلون أكثر من 40 دولة لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح. نجاحات كبيرة وتنظيم مميز توج ختام فعاليات معرض إيدكس بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة يمثلون أكثر من 40 دولة حول العالم لاستهداف أكثر من 30 ألف زائر لفعاليات هذا المعرض الدولي الذي يعد مظلة دولية لكل من يهتم بالصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا. من داخل مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، رامي محمد، التلفزيون المصري. احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن إجبار الفلسطينيين في غزة على النزوح يعد جريمة حرب، محذرا من أن هناك انهيارا محتملا للوضع الإنساني في غزة. جاءت تصريحات شكري خلال مشاركته ووزراء المجموعة العربية الإسلامية في حوار مع مركز الفكر ويلسون الدولي، وذلك على هامش الزيارة الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن. واستعرض هذا الحوار تداعيات الأزمة في قطاع غزة، حيث شدد وزير الخارجية على أن ما يحدث الآن في غزة يقوض القانون الدولي، داعيا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته. قال مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق إن مجلس الأمن الدولي عجز عن أداء واجبه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وخلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن بشأن غزة، شدد مندوب مصر على ضرورة وقف إطلاق النار
باعتباره واجبا والتزاما قانونيا يقع على عاتق المجلس. استدعوا المجموعة العربية مجلس الأمن للنهوض بواجباته ومسؤولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطالبه في هذا السياق بوقف إطلاق النار الإنساني فورا وفقا لمشروع القرار العربي المطروح أمامكم لحقن الدماء. تلك فرصة للمجلس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أكثر من 60 يوما من اندلاع الحرب. تشدد المجموعة العربية مجددا بأن المطالبة بوقف إطلاق النار وفتح المعابر والسماح بعبور المساعدات الإنسانية ليست استرحاما أو استعطافا، ولكنه حق أصيل من حقوق المدنيين. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. وخلال جلسة لمجلس الأمن حذر غوتيريش من المجاعة بقطاع غزة، مضيفا أن القيود التي تفرضها إسرائيل تعيق وصول المساعدات لكل الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. بدوره أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أكد أن التصعيد الإسرائيلي على غزة هدفه إنهاء القضية الفلسطينية والقضاء على السلام. خلال جلسة لمجلس الأمن قال منصور إن إسرائيل تخطط للتطهير العرقي في غزة وسلب ممتلكات الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا، مشيرا إلى أن هدف إسرائيل من الحرب على غزة واضح، وهو إجبار الفلسطينيين على المغادرة. وثقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا استشهاد 273 فلسطينيا داخل مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك بعد استهدافها بشكل مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي. كما أصيب 966 بجروح مختلفة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. تسبب العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي في استشهاد أكثر من 17,490 شخصا في غزة، 70% منهم من النساء والأطفال، كما تسبب في إصابة أكثر من 46,000 آخرين. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة بأن هناك العديد من الأشخاص الآخرين محاصرون تحت الأنقاض. جهود إنسانية متواصلة تبذلها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. وتواصل مصر فتح معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع دون أي معوقات من جانبها، مع حرصها على إدخال شاحنات الإغاثة واستقبال الجرحى لعلاجهم بالمستشفيات المصرية. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة للتبرع بالدم من أجل الأشقاء الفلسطينيين بميدان المحطة بمدينة أسوان. تم إجراء فحص شامل وذلك للمتبرعين للتأكد من التمتع بالصحة دون أي خطورة عليهم. احنا النهاردة بنشارك بالحمله باقل يعني اقل اللي نقدر نقدم بيه النهارده، فحاولنا ان احنا نضم شباب تحت مظله التحالف الوطني ونعمل تبرع حمله تبرعات بالدم لاخواتنا في غزه عشان نشارك في القضيه الفلسطينيه تحت مظله وقياده القياده السياسيه الممثله في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا النهارده يعني اسوان بتمثل ملحمه كبيره في مساله التبرع بالدم لاشقائنا في فلسطين. طبعا التبرع بالدم واجب وطني، والمصريين عرف عنهم ان هم دائما سباقين في الخير، وطبعا معروفين انحيازنا للقضيه الفلسطينيه ودعمنا الكامل لها،
احنا نازلين النهارده عشان نشارك في حمله التبرع بالدماء لاخواتنا الفلسطينيين، لاننا احنا بنشجب وبندين كل الانتهاكات والتعديات على اخواتنا الفلسطينيين. عقد المجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان فلسطين والإعلام الدولي، والتي نظمتها لجنة الإعلام بالمجلس. أقيمت المائدة المستديرة ضمن فعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتناولت آليات التضليل المستخدمة في تغطية الأحداث في فلسطين من قبل بعض وسائل الإعلام. لا شك أنه مؤتمر مهم جدا، يأتي انعقاده في وقت عصيب يمر به الشعب الفلسطيني ويتعرض إلى هذه الحرب الإسرائيلية البشعة وإلى هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية، ويستهدف وجود الشعب الفلسطيني على أرضه. هذه الدعوة من وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة مهمة جدا، تسلط الضوء على موضوع أيضا مهم جدا، وهي القضية الفلسطينية في الإعلام الدولي ودور الإعلام الدولي في القضية الفلسطينية. إزاي الإعلام يتناول هذا الموضوع اللي أنا بشوفه أنه هو مش بس قضية فلسطين أو الاعتداء على غزة وشعب غزة، ولكنه اعتداء على الإنسانية، اعتداء على العالم العربي والعالم الإسلامي كله. نحن نرى ما يحدث للشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة بما يكون جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومخالفة القانون الدولي علنا وعلى الهواء مباشرة ويوميا. عدد الضحايا الذي قارب أكثر من 17,000 شهيد وآلاف المصابين والجرحى، أطفال وصل قرابة 5,000 طفل والنساء وغير ذلك، يعد من الجرائم العظمى التي لم تحدث حتى في الحروب السابقة. المائدة المستديرة دعم ويعني منطلقة من إحساس المثقفين المصريين بالمسؤولية الوطنية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني والمسؤولية الإنسانية أيضا. انطلقت القوافل الطبية لمؤسسة حياة كريمة بالبحر الأحمر داخل مستشفى سفاجة المركزي. شهدت القوافل الطبية إقبالا كبيرا من أهالي سفاجة، حيث ضمت القافلة عددا من التخصصات الطبية مع معمل تحاليل وصيدلية ومركز أشعة، كما يتم صرف العلاج بالمجان مع توفير فرص للمبادرات الرئاسية الصحية. المبادرة ابتدت شغل في مجموعة من التخصصات، موجود عندنا 7 تخصصات، احنا عندنا في تخصصات النساء وتخصصات الأطفال والأنف والأذن والعظام والبطنة والصدر والأسنان. المبادرة ممتدة على مدار اليوم،
بتقدم الخدمات وبتقدم العلاج والدواء للصرف كله بالمجان. عندنا مجموعة كبيرة من التخصصات الطبية، القافلة بتقدم الكشف مجانا وبتقدم أشعة وتحليل وأدوية بشكل مجاني للأسر. القافلة بتشهد إقبال كبير من أهالي سفاجة في كافة التخصصات المتوفرة معانا النهاردة. عندنا في نفس الوقت بمركز شباب سفاجة مجموعة كبيرة من أنشطة التوعية وورش التدريب للأطفال وللكبار. احنا دورنا تنسيقي وإعدادي، لما يكون في حاجة زي كراتين جاية مساعدة للأسر الأكثر احتياجا بنستقبل الكراتين دي، بنحطها في مخازن خاصة لينا، بتبقى عندنا قاعدة البيانات الخاصة اللي بناء على الأبحاث اللي معمولة للأسر دي. بعد كده بنعمل حصر للمناطق جغرافيا، وبعد كده بنتحرك كل مجموعة بتاخد منطقة توزع المساعدات دي على الأسر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المنشور المتداول مزيف، ومشيرا إلى أن وزارة الصحة لم تقم بتوجيه أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية تقوم باستقبال جميع المرضى بما فيهم المصابون بكورونا، مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم وتلقي العلاج اللازم. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. انتهت أخبار التاسعة، وهذه تذكرة بالعناوين.
الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، ويوجه بمواصلة الحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي. تواصل الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، والوطنية للانتخابات تعلن انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الماراثون الانتخابي. مندوب مصر بالأمم المتحدة يؤكد أن العدوان الإسرائيلي هو حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل مع هدير أبو زيد. مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا ريهام. مساء الخير يا يوسف. الله يسلمك. والحقيقة يعني لا صوت يعلو على صوت الانتخابات. طبعا الكل في الداخل والخارج يتحدث عن الانتخابات المصرية، رئيس مصر ينتظره العالم، يعني لأنه إحنا الحقيقة دولة كبيرة ومكاننا ومسؤولياتنا في المنطقة العربية كبير جدا وفي العالم. ف عشان كده يعني العالم فعلا كله لرئيس مصر ده حدث هام جدا يعني. بالظبط، العالم كله فعلا منتظر الحدث ده، وان شاء الله احنا كمان كمصريين منتظرين ان شاء الله الحدث ده، وانه هيتم في الداخل على مدار 3 ايام. اكيد النهارده انت الحلقه كلها طبعا هتتكلمي عن الموضوع ده. صحيح، هنتابع معاكم ونكمل كده متابعه، لكن هنتابع يعني حاله الصمت الانتخابي احنا بداناها من امبارح الساعه 12 بالليل ومستمره كمان بكره لحين بدايه الانتخابات ان شاء الله يوم الاحد. بس طبعا الاستعدادات الامنيه يعني اعتقد ان دي محاور مهمه قوي ان شاء الله تكون في الحلقه النهارده. صحيح، ويمكن مثلا مساله لجان الوافدين دي موضوع هنتناوله برضو النهارده، لانه يمكن كانوا المغتربين من محافظات عده لو عندهم نيه ان هم عايزين ينزلوا ويشاركوا بالزبط. كان بيقابلهم مشاكل، ده يعني الهيئه الوطنيه للانتخابات حلته وموجود، هنشوفه على مدار الحلقه. انا بشكركم وبشكر كل صناع نشره التاسعه، واستاذنكم نبدا ربنا يوفقك يا هدير ان شاء الله.